القرار 1701، نطالب بتطبيق القرار 1701 ويجب التزام الطرفين بالقرار 1701. Will those in favor of the draft resolution please raise their hand. The draft resolution has been adopted unanimously as resolution 1701/2006. ما هو هذا القرار وعلى ماذا نصت بنوده؟ هل هو لصالح لبنان؟ بتاريخ 11 آب 2006 صدر عن مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1701 بهدف إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، أو كما يدعي الغرب إنهاء النزاع بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد 34 يوما من القصف والتدمير والتهجير في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت. يعود اليوم هذا القرار مجدداً إلى الواجهة مع احتدام المجابهة على الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة وقيام جيش الاحتلال بارتكاب المجازر على معظم الأراضي اللبنانية. وفود تأتي من كل حدب وصوب مطالبة بتنفيذ هذا القرار الأممي، متناسية خرق إسرائيل لأهم بنوده التي سنأتي على ذكرها سوياً. على ماذا ينص القرار المؤلف من 19 فقرة؟ وما هي أهم بنوده التي أثارت الجدل؟ ينص القرار على انسحاب جيش الاحتلال من كافة الأراضي اللبنانية، وهو ما لم يطبق طبعا، فمزارع شبعة وتلال كفر شوبة لا تزال محتلة. حصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية في لبنان بالجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، ويتواجد على الأرض حوالي 10,000 من قوات اليونيفيل، كما ينتشر 4,500 جندي لبناني جنوب نهر الليطاني. طبعا هؤلاء لم يسلموا من الاستهدافات الإسرائيلية، وكالعادة اكتفى المجتمع الدولي بالإدانة. يدعو القرار أيضاً الجانب اللبناني وجانب الاحتلال إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد، يستند على الاحترام التام للخط الأزرق، وهو الحدود المعترف بها دولياً، وضمان عدم حدوث انتهاكات من الطرفين واتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف أعمال القتال، وإنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة، بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. ويطالب القرار أيضا بمنع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة الحكومة، إضافة إلى تزويد الأمم المتحدة بجميع الخرائط المتبقية للألغام في الأراضي اللبنانية الموجودة في حوزة العدو الإسرائيلي. ينص أيضا هذا القرار على الالتزام باتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان، وتطبيق القرارين 1559 و1680، ومفادهما نزع السلاح وترسيم الحدود الدولية للبنان والعديد من البنود، إلا أن أكثر ما يثير الجدل هو الحديث عن نزع سلاح حزب الله. ولكن ما الذي يحصل عند كل مواجهة؟ عند كل مواجهة يعود جيش العدو ويطالب بانسحاب مقاتلي حزب الله إلى شمال الليطاني، وهو ما لا يقبل به لبنان المقاوم ولبنان الرسمي، لأن هؤلاء هم أصحاب الأرض وهم أصحاب الحق.